لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركزي اليمن صالح الجبري. أهلا بكم سيدي. سيد صالح، هل تسمعني؟ سيد صالح، أهلا عفوا بك. لو تعيد السؤال لما أسمع. لم أطرح السؤال بعد، فقط رحبت بك سيد صالح. وفقا للصليب الأحمر، فإن آلاف الأطفال في اليمن تركوا مقاعد الدراسة بسبب الحرب. ما هي انعكاسات ذلك على المجتمع اليمني، خاصة وأن الأمية تهدد جيلا كاملا؟ شكرا جزيلا. دائما الحروب تؤدي إلى كوارث اجتماعية وتعليمية وصحية وسياسية وعسكرية، ومن ضمن ذلك قطاع التعليم. التعليم لكي يشاهد، يعني يعرف المشاهد العربي بأن التعليم في اليمن للأسف الشديد وهو أخطر من مما حدث الآن من ضرب البنية التحتية وتجهيل الشعب كشعب. لكن الأخطر أن الميليشيات الحوثي الإيرانية هي الآن تغسل دماغ أو أدمغة طلابنا الصغار في المدارس الأساسية، تعلمهم المنهج الطائفي المذهبي تحديدا في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. نحن الآن نخشى لسنوات طويلة من تدمير أطفال اليمن وتدريبهم وتعليمهم المناهج الطائفية التي يعني تبين لهم بأنهم هم النطفة المختارة، وأن السيد عبد الملك الحوثي هو الإله وهو الرب وهو المسؤول عن كل شيء وهو الأحق بأن يحكم اليمن. قضية خطيرة جدا. ناهيك على يعني أن إن وجدت سيد صالح، إن وجدت المدارس، في حال عدم وجود المدارس، ما طبيعة الجهود اللازمة لإنقاذ الأطفال في معظم المحافظات اليمنية وتأمين بيئة مستقرة وآمنة وتمكينهم أيضا من العودة إلى مقاعد الدراسة مجددا؟ في المدارس في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية وهي ما نسبتها 80%، هي الآن تدار بشكل صحيح وبالمناهج اليمنية السابقة ولم يغير فيها شيء. أنا أتكلم عن المدارس التي وأقصد بها البيوت. هناك تدريس خاص وملازم خاصة غير المدارس الحكومية. المدارس اللي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ما نسبته أكثر من 60% مغلقة أو مدمرة، إما بسبب الحرب أو تحولت إلى سكنات عسكرية. إذا هناك تجهيل متعمد ينبغي على الأمم المتحدة، على التحالف العربي، على الشرعية، سرعة الحسم العسكري في اليمن لكي يعود الطلاب إلى مدارسهم وتبنى المدارس من جديد. هناك تدمير، هناك مدرسون لهم أكثر من سنتين بدون رواتب. يعني للأسف الشديد هناك أخذ الأطفال الصغار من المدارس والذهاب بهم إلى محرقة الجبال لمحاربة ما يسمى بالمرتزقة والتحالف وما إلى ذلك. فالقضية خطيرة جدا، والتعليم في اليمن للأسف الشديد لا أستطيع أن أقول أن هناك تعليم في اليمن، وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وهي ما تمثل نسبة 20% من مساحة اليمن. نعم، ربما أتفهم وجهة نظركم سيد صالح حول تركيزكم على غسيل الدماغ كما وصفتموه بتعليم والمناهج التعليمية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، لكن الملف الأساسي هو الذي سنناقشه هو عن انتشار الأمية وخروج الأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم. نبقى في هذه النقطة، حيث الحرب الدائرة في اليمن أدت إلى تدمير 2500 مدرسة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. ما مدى أهمية الإسراع في إعادة إعمار هذه المدارس واعتبار ذلك أولوية أساسية، ومن هي الجهات التي يمكنها الإشراف على هذا؟ من سيعيد بناء المدارس؟ للأسف الشديد في ظل وجود ميليشيات حوثية همها الأول ليس التعليم، همها الأول هو أخذ الأطفال من المدارس إلى الجبهات. هناك مدارس أغلقت في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية، للأسف هناك مدارس ما زالت مدمرة ويدرس الطلاب تحت الأشجار وبين البرد والحر وما إلى ذلك في المناطق الحارة. القضية تحتاج فعلا إلى التوجه الدولي من الأمم المتحدة، من منظمة اليونيسف، من الجمعيات والمنظمات العالمية والجمعيات ورجال الأعمال، فعلا البحث عن إيجاد بدائل، لأنه الحرب فعلا
منعت الناس من خروج. يعني تصور الآن في مدينة الحديدة الآن الخنادق والحفريات كل يوم من قبل ميليشيات الحوثي، كيف يستطيع الطفل أن يذهب إلى المدرسة؟ هو يسمع المدافع والحرب ومن هنا وهناك. فالموضوع لا يفكر الناس، المواطن اليمني الآن لا يفكر بالتعليم، المواطن اليمني يفكر الآن بالأمن، يفكر بلقمة العيش. أصبح التعليم الآن آخر ما يفكر به الآباء. كثير من الآباء حرموا أبنائهم ومنعوهم من الذهاب إلى المدارس خوفا من أخذهم إلى جبهة القتال أو خوفا من أن يقتلوا في الشوارع. أشكرك جزيل الشكر رئيس مركزي يمن صالح الجبري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.